نعم، الخائن لديه معدل ذكاء 9000. أوه، أنت خاسرة. مهلا. لدي حيل فظيعة، إذن لنطلق أدمغتنا الفائقة. وإليكم ما سأفعله. أثناء رحيل الجميع سأكون آخر من يلاحق آخر لاعب. اللعنة! ما هذا؟ أنا فاشل، لم يكن لدي حتى وقت للعب. إذن هيا بنا. نعم، لقد مت. لا، وجدت الخائن. ماذا؟ لا. نعم نعم، لقد اتبعتني وطاردتني منذ البداية. ليس لدي، هل لديك عيون في رأسك؟ لا، يمكننا مراجعة ما حدث من هنا. هل بإمكانك رؤيتي؟ يا إلهي، الخائن الأحمر. نعم، ريد خائن. نعم، إنه الخائن. ها؟ نعم، اللعنة، من جاء بفكرة اللعب في القمة؟ اليونا لا تزال في المهمة، وذهبت دينا للقيام بالشيء التالي. هذه هي الضحية المثالية. هذا هو، أنا ذاهبة لأداء مهمتي القادمة. هل تعتقد أن الأمر قد انتهى؟ لا، سأركض خلف أليونا، وبالطبع ستخاف وسترقد نحو زر الذعر، لكن سأحاول أن أتقدم عليها، وإن وصلت أولا لا بأس. طردتني أليونا، إنها خائنة. ماذا؟ خرجت؟ كانت تقف بجانب ماكس، فعلت ذلك.
أسرائيل عندما كنت أسير في القاعة كل ما رأيته هو دينا. نعم بالضبط، رأيت فقط سوشا ورأيت ماكس ولم أرى أليونا. ماذا؟ حسنا هيا لنصوت. الأبيض الخائن، الأبيض الخائن. خائنة؟ ماذا تفعلي؟ هل أنت مجنونة؟ إنها الخائنة، إنها هي. حسنا الجميع يصوت. أنتم جميعا أغبياء. انذار! إلى أين أنت ذاهبة؟ هل يمكن أن تقولي لي أين أجد الطريق إلى المهمة التالية؟ لا أعرف أين. أنا آسف ولكن أخبريني، هل تعرفين الطريق؟ هنا وهناك. لا يمكنك رؤيتي، لن تذهب بعيدا. هل هذه المهمة التالية؟ داني دعني أذهب. سوشا هي الخائنة. هل أنت خائنة؟ إذن لنصوت. سأقتل أول فرد من أفراد الطاقم. حسناً، حتى لا يجدونني يجب أن أختبئ. أين يقومون بعملهم؟ أوه في الداخل. هاي أنت تعالي إلى هنا. ماذا تريد؟ يمكن أن تكون خائنا، لن أقترب منك. أنا لست خائنا، عرفت كيف أقوم بالمهمة. نعم لقد رأيت وعرفت كيف تقومين أنت، وعرفت لك أيضا. عظيم، تعال ولكن كيف؟ حسنا أقترح أن نحدد معا القبض على الخائن. أنت ستكونين الطعم وأنا سوف أختبئ. رائع لنذهب. وفي الاجتماع سنصوت معا. ثم سأقوم بالمهام. حسنا عندما يأتي سترى من هو الخائن. سأذهب إلى الفضاء الخارجي الآن. حسنا هذا ما يخططون له، إذن لدي خطة رائعة، استمتعوا. عندما يرقد ماكس سأخرج من الفتحة في أي وقت. إذن أنت الخائنة. نعم قتل دينا والتسلل خارج الغرفة، سأقوم بالمهمة. الشيء الرئيسي هو أن لا يلاحظه اللاعبون. عندما يذهب ماكس إلى الفضاء الخارجي تنظر من النافذة تجد جثة دينا، سيعود إلى الغرفة ويطلق إنذارا. ماذا حدث؟ هناك جثة. لكني في نفس الغرفة مع اللاعب، إذن لن أكون مشبوهة. ديانا ليست هنا، من قتلها؟ إذن سيشتبه الجميع في ماكس، خطة مثالية، فخورة بنفسي. ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ إنه أنت بالتأكيد، رأيتك تغادر الغرفة. نعم نعم كنت معهم. إذن هذا هو ماكس. ولكن لا، أنا وديانا تعاوننا عن قصد للعثور على الخائن وكانت الطعم. بعد تلك القصة أنت بالتأكيد خائن. ماذا؟ إذن ماذا لو لم تنجح خطتك؟ ولكن لا ديانا. Ha ha ha!
هل تسمعين ذلك؟ نعم. خائن! أكرهكم جميعاً! إلى اللقاء! لقد تعبت من كل هذا! لا يوجد حيل بعد الآن! سأتصرف أنا! ماذا؟ أين أنتم جميعاً؟ لن تذهبوا بعيداً. حسناً، نهاية المباراة. لقد فزت. نحن معك إلى الأبد. أنت وحدك الآن. لماذا رميت حذائك علينا؟ كنت أنظف الفتحة. نحن معك